حسن مساء الخير. الو دكتور حسن. مساء الخير يا استاذ عز. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا سامعني. بخير والسلام. اهلا بيك يا فندم. سامعني كويس يا دكتور حسن؟ سامع حضرتك دلوقتي كويس. طيب ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك ومصر كلها وحضرتك بخير وسلام. دكتور حسن، فيما يتعلق بتخصص حضرتك، وحضرتك استاذ هندسه الطرق بجامعه عين شمس، شايف المحاور والطرق اللي اتعملت احنا كنا محتاجينها ولا ما كناش محتاجينها؟ قولا واحدا، كنا محتاجينها واكثر. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده في مداخلات، نعم، احنا علشان نعمل مشروعات تنميه لازم يكون عندي بنيه اساسيه قويه، ده قالب به. يعني عشان اعمل مشروعات تنميه لازم يكون عندي شبكه كهرباء، شبكه ميه، شبكه اتصالات، كل هذه الامور تكون بجوده عاليه علشان اقدر ان انا اعمل يعني تنميه حقيقيه. أيوة. الدوله من 2014 اخذت على عاتقها الاهتمام بقطاع البنيه الاساسيه، ومن ضمن البنيه الاساسيه قطاع النقل باعتباره قطاع خدمي بيمس حياه المواطن اليوميه. نعم. نعم. ونركز على كلمه قطاع خدمي لان الدوله لا في مصر ولا غير مصر بتهدف للربح من قطاع النقل. نعم. هو قطاع خدمي، احنا بنعمل وسائل المواصلات سواء اذا كان طريق او قطر او مترو او خلافه. نعم. خدمه للمواطن، وبالتالي انا بنقل بضائع وبنقل ركاب علشان اعمل تنميه مستدامه اللي هي ما يطلق عليها باسم سستينبل ديفلوبمنت. النهارده الدوله بدات في انشاء مناطق استصلاح زراعي زي الدلتا الجديده والمليون ونص فدان وتشكى والعوينات. السؤال البسيط، كيف يمكن الوصول الى هذه المناطق لاستصلاحها وزراعتها بدون وجود شبكه طرق، بدون وجود كهرباء، بدون وجود وسيله لوصول المعدات الزراعيه، وعشان اقدر اعمل ابار وازرع الارض دي باحدث اساليب الزراعه، وزي ما بنشوف جولات فخامه الرئيس في مناطق التنميه الزراعيه على سبيل المثال، لو ما كانش في شبكه طرق هوصل ازاي وازرع؟ لما نتكلم على مناطق استغلال الموارد الطبيعيه والمناجم والمحاجر والثروات الطبيعيه، لو ما كانش في شبكه طرق عشان اقدر اوصل لهذه المناطق مش هقدر اعمل تنميه صناعيه علشان استغل الثروات الطبيعيه، بدل ما كنا بنصدر المواد الخام دون قيمة مضافة عليها من أعمال تصنيع أو خلافه أو حتى تكرير للمواد اللي بصدرها للخارج بضيف عليها قيمة، وبالتالي بدل ما كانت زهيدة الثمن أقدر أصدرها بسعر مناسب، وده يعني يستفيد منه الاقتصاد المصري. أيوة. في نفس الوقت لما نتحدث عن مدن عمرانية جديدة مش هتكلم عن مدينة بذاتها، علشان لما بنتكلم الناس بتركز في العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية، لا أنا عندي عشرات المدن الجديدة. وليه أنا محتاجها يا أستاذ عزة؟ لأن نعم. إحنا بنزيد 2.5 مليون مولود في السنة. أيوة. ودي نقطة لابد أن المختصين فيها من أهل الدين والثقافة سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي يثقفوا الناس، لأن النهاردة ليس من المنطق أن أنا أخلف أولاد وأسيبهم في الشارع علشان خاطر أنا بقول أنا يعني هو طبعا ربنا بيرزقنا كلنا سبحانه وتعالى، لكن أنا عشان أستفيد من التنمية البشرية لابد أن أنا أعلمه كويس يبقى في جودة في الحياة. يعني حضرتك شايف بشكل علمي كان هناك مبرر بشكل علمي لإقامة شبكة الطرق على مستوى الفرد؟ على مستوى الفرد هي مفيدة أيضا دكتور حسن، يعني على مستوى التنمية، وده طبعا ليتد أو مباشر لحياة الفرد على مستوى الفرد. يعني النهاردة حضرتك لما نتحدث عن سيولة مرورية، لو بنتكلم على المستوى الضيق من المفهوم بتاع شبكة النقل والطرق، لما يكون في سيولة مرورية بدل الخنقات اللي كانت موجودة، يبقى أنا بعمل إيه؟ بقلل ساعات الانتقال اللي كانت بتهلك أو بتستهلك علشان أوصل مشواري، بدل ما بوصل في ساعتين بوصل في نص الوقت أو أقل. التلوث يا استاذ عزة، لان طالما في سيوله مروريه يبقى معدلات الانبعاثات الغازيه والتلوث الصوتي والبيئي اقل،
والانبعاثات من غازات الكربون والرصاص اقل، يبقى في الحاله دي في جوده في الحياه افضل. نعم نعم. على ان كمان انا عايز اخلخل الكثافات السكانيه، لان انا عايش على 6% من مساحه مصر. نعم. عشان ننتشر افقيا لابد كان يكون عندي شبكه بنيه اساسيه ومواصلات النهارده علشان تقدر تعمل اسكان للناس نتيجه الزياده، وعشان تتحلل الزحمة. لما مدينة جديدة اول سؤال هيقول هروح ازاي وفي خدمات ولا لا؟ صحيح. شغالين فهيروح ازاي بقطاع النقل والدولة شغالة في الخدمات علشان يبقى في عنده مدرسة، في عنده مستشفى، في عنده كذا. نعم. علاوة على ان قطاع النقل في الفترات الماضية يا استاذ عزة كان يقدم له، وانا كراجل اكاديمي مسؤول عن اللي بقوله، حلول مسكنة في العقود الماضية. لم يكن هناك نظرة متكاملة أو رؤية متكاملة لكيفية الاستفادة من مرافق الدولة. مصر كانت محرومة من الوصلات العرضية اللي ربطت شرايين شرق وغرب الجمهورية.